طمنا على الكابتن. كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله، يعني ان شاء الله ممكن في خلال يوم او يومين يخرج من المستشفى ويروح الفندق، والحمد لله الامور كويسه بفضل الله. هيرجع امتى باذن الله؟ لا يرجع دي لسه بقى، يعني ممكن يعني الدكتور ما حددش، بس يعني ممكن يكون مع بدايه اول شهر 12 يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه. يعني الامور الحمد لله تمام الامور كويسه الحمد لله بفضل الله. كل يوم يعني بكلمه وشفته كذا مره يعني من خلال الفيديو كله، الحمد لله الامور كويسه بفضل الله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يطمننا عليه ان شاء الله. الكونفدراليه النهائي